مساء الخير ومساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة الياس الجزائري. في بداية الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وتدعمونا بزر اللايك. على بالي بالنهار راكم تعرفوا يعني العين تاعي مازالها شوية توجع وراني داير لها دوك الدواء، لذلك ما حبيتش نبان بعينيا، ولكن قريبا ان شاء الله غادي نرجع. هذه هي، باش تنجح لازم تجتهد، اذا بدك تنجح لازم تجتهد، وهذا هو كيسموه الحكمة ولا المقولة اللي راني نتمشى بها، لانه ديما كنت لما نقول شهر هذا غادي نبدا ولا السمانة هذه غادي نبدا، يا نمرض بلا غريب يا نمرض بكش حاجة. وهذه الخطرة كي مرضت بعينيا قلت عندهم الحل هما نوهدر ولازمني نكمل في الفيديو هذا. لذلك مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من صباحية ابن عرب لنقل الأخبار الفنية. راح نروح مع بعض نشوفوا آخر الأخبار الفنية لنهار اليوم ونروح مع بعض. بس قبل ما نروح، إلا مازال ماكش مشترك في القناة اشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد، حطنا لايك وما تنساناش آخر الحلقة بكومنت حلو مثلك، ويلا مع بعض ونبتديو لأول خبر أو لأول صورة راح نشرها في صباحية ابن عرب لأخر إطلالة للفنانة الجزائرية كنزة مورسلي من فوق الدراجة النارية. وأيضا الفنانة الجزائرية كنزة مورسلي نشرت مؤخرا عدة صور من كواليس مسلسل ليام الذي لعبت فيه دور البطولة في شهر رمضان اللي فات، وأيضا يعني اللي خذا نسبة مشاهدة عالية ما شاء الله عليه. وأيضا كنزة مورسلي بينت فيها قدرتها التمثيلية اللي نقول لها برافو ليك وبالتوفيق ليك في مسيرتك الفنية في التمثيل. نروح من الجزائر إلى مصر ونشوف هذه آخر إطلالة لملك الإحساس الفنان المصري محمد عباس لنوجه له تحية ونقول له ألف مبروك على النجاحات اللي حققته أغنية مزعلتش. ولو تتصور هذه الأغنية على شكل كليب فيديو راح تزيد النجاح أكثر وأكثر. من مصر نروح مباشرة إلى دبي ونشوف آخر إطلالة للفنانة الجزائرية المرأة القطة كاميليا ورد بهذا الإطلالة والطلة الرائعة ما شاء الله عليها، وبرافو برافو برافو. وأيضا اليوم راح تنزل أغنية مازال واللي تصدرت هاشتاغها كاميليا ورد مازال الترند في التويتر، فألف مبروك لها ولكل فريق العمل. وأيضا من دبي نرجع إلى بلاد القبائل ونشوف هذه آخر إطلالة للفنانة الجزائرية نوميديا الزول اللي سحرت وأبهرت جميع الناس اللي يحبوها بعيونها الخضراء. وكما تعرفوا أنه إحنا الجزائريين ديما دمنا حامي والجزائستينيين دم واحد وقلب واحد، ها هو اليوتيوبر الجزائري ستانلي يتضامن مع فلسطين بنشر هذه الصورة عبر حسابه الخاص على الانستغرام. وفي نفس الحديث على فلسطين نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تغريدة على تويتر تدعم بها فلسطين، فيما في نفس الوقت ينشر الداعية وسيم يوسف تغريدة أخرى يهاجم فيها حماس وفلسطين، فأخذ هذا الهاتين التغريدتين انتشارا وجدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. يقولون خير أتانا من فنانة وشر أتانا من داعية، فلذلك لا تغركم المظاهر فكلنا مع فلسطين. وهذه هي. ونرجع إلى الإطلالات، وهذا آخر إطلالة راح نشوفوها معنا لنهار اليوم، وهي إطلالة ملكة جمال شمال إفريقيا الجميلة وحيدة قروج بهذه الإطلالة الرياضية الرائعة، فبالتوفيق لها في المسابقة اللي راهي مرشحة لها. المهم كما راكم شفتوا رانا وصلنا الى نهاية الحلقة الثالثة من صباحية ابن عرب لنقل الاخبار الفنية. شفتوا اطلالات الفنانين والفنانات اللي انت سواء كانوا جزائريين ولا عرب نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، وربي ينصر غزة، والف مبروك للكليب الجديد للفنانة الجزائرية كاميليا ورد، ربي يوفقها وانتوما ايضا ربي يوفقكم وينجحكم. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وتدعمونا بزر لايك، والى اللقاء.